بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من موقع وزارة الأوقاف، حيث نلتقي وإياكم في هذه السهرة الرمضانية. وخير ما نستهل به هذه الليلة آيات عطرة من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ كمال محمد علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ربنا ليقيموا الصلاة
فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. ونحن نعيش هذه الليالي المباركات في شهر رمضان، شهر القرآن الكريم، القرآن الكريم الذي يصفه الواصفون بأنه كتاب الله الكريم وحبله المتين وعهده والصراط المستقيم، والذي تنزل على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فكان نبراساً يتحدى به الأمم ويتحدى به كل من يتحدث العربية. فإذا بالقرآن الكريم له من الفضائل ما يسبغ به الدنيا كلها بصبغة إيمانية عظيمة. هيا معا إلى فضائل القرآن مع الشيخ حسن عبد الكريم عصران. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، يطيب لنا اللقاء بأن نتحدث عن القرآن الكريم. فالقرآن الكريم هو خير جليس وأطيب أنيس يصحبه الإنسان في هذه الدنيا، حيث أنه يهدي الإنسان إلى التي هي أقوى، وهذا بنص قول الحق سبحانه وتعالى حيث قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. المؤمن يجب عليه أن يتعاهد كتاب الله سبحانه وتعالى وأن يتعلمه وأن يصير صاحبا للقرآن وأن يأنس بتلاوته لكتاب الله سبحانه وتعالى، خاصة في هذا الزمان المبارك، إذ أن هناك علاقة قوية بين القرآن
وبين شهر رمضان شهر الصيام، فالله سبحانه وتعالى قد ارتضى هذا الشهر شهرا لنزول القرآن، حيث قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر أو حث ورغب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على تعاهد القرآن وعلى تعلمه، فقد ذكر أن أهل القرآن فيهم الخيرية، حيث قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بل إنه نبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى ضرورة تعلم القرآن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد جلس مع الصحابة رضوان الله تعالى عنهم يوما فقال: أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين، أي عظيمة السنام، من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قال الصحابي: قلنا بلى يا رسول الله، نريد ذلك يا رسول الله، وأينا لا يرغب في هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. أرأيتم أيها الأحباب فضل الله سبحانه وتعالى على أهل القرآن، فإن فضل الله سبحانه وتعالى على أهل القرآن عظيم، فعلينا أن نجد ونجتهد في قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى وفي تعلمه بل وفي تعليمه، لأن الخير العظيم يكمن في مصاحبة القرآن الكريم. وعلينا أيها الأحباب أن نصاحب القرآن بتدبر، أن نقرأه بتمعن، فإن الحق سبحانه وتعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. وحذر من عدم تدبر القرآن الكريم، حيث قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الإنسان إذا ما صاحب القرآن الكريم أصلح القرآن الكريم قلبه، وهذا ونحن أيها الأحباب في حاجة ماسة إلى صلاح القلب. فقد قال سيدنا الإمام الشافعي وهو يوصي تلميذه الربيع: يا ربيع، إذا أردت صلاح قلبك أو ابنك أو أخيك أو من شئت صلاحه فعليك بالقرآن الكريم، فإن صحبته صحبة القرآن تصلح القلب شاء الإنسان أم أبى بأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رغب في تعلم القرآن وفي مصاحبة القرآن وفي قراءة القرآن، فإن فيها فضل عظيم وخير كثير يجنيه الإنسان من خلال تلاوته لكتاب الله سبحانه وتعالى. قال سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يبين هذا الفضل: من قرأ حرفا من كتاب الله سبحانه وتعالى فله به حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أيها الأحباب، إن صحبة القرآن فيها الخير الكثير، فعلينا أن نصحب كتاب الله سبحانه وتعالى وألا نهمله. فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هيا معا إلى دوحة الدعاء مع المبتهل الشيخ محمد الصعيدي. سيدي يا رسول الله، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا
اللهم ارفع عن بلادنا البلاء والوباء واحفظ بلادنا واحفظ بلادنا واحفظ بلادنا يا رب جل الذي قد تعالى في تفرده طاب الوجود به جل الذي قد تعالى في تفرده طاب الوجود به وبه وكل شيء يسبحه ويخشاه جل الذي قد طاب الوجود به وبه عرفناه هو الذي خلق الأشياء وكل شيء يسبحه ويخشاه انظر تأمل سوف تدركه في كل شيء وتوقن أن الخالق الله تفكر سوف تدركه في كل شيء وتوقن أن الخالق الله فكل ما
فكل ما حولنا وفينا فكل ما حولنا وفينا